من أخبارنا كمان، وزير المالية لمجلس النواب بيقول أي مواطن دخله 2500 جنيه شهريا مش هناخد منه ضرائب. طب ما هو سيادة الوزير هو كده كده مش هيبقى معايا ده حضرتك ضرائب، يعني ما يعني 2500 جنيه ما بيعملوش حاجة يعني. لكن هو لما نيجي نفسر الموضوع ان 2500 جنيه دي 30,000 جنيه على مدار السنة، يعني لو حضرتك بتقبض مثلا 5,000 جنيه يبقى أول 2500 ما عليهمش أي ضرائب، أول 2500 ما عليهمش أي ضرائب. الإعفاء الضريبي زاد من 24,000 جنيه في السنة ل 30,000 جنيه، يعني هو القصة دي طبعا يعني 2500 كحد أدنى، بنتمنى أن يتم زيادتها أكتر من كده، وإن كانت زادت خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا أضعاف أضعاف بطريقة سريعة جدا، لكن 2500 مبلغ قليل جدا، وضرائب إيه اللي هتتاخد من 2500 جنيه. لكن هل الموضوع ده يهم اللي بيقبض 5,000 أو 10,000؟ يهمه. ليه بقى؟ لان انت برضو هتبتدي تاخد عندك الضريبة او الوعاء الضريبي بتاعك بعد ال 2500، يعني لو حضرتك بتقبض 5 او 6 او 7 او 10 اول 2500 زيرو ضرائب، وبعد كده بتبتدي تدخل في الشرايح الثانية. لكن بنتمنى طبعا زيادة الحد الادنى، طول الوقت بنطالب بزيادة الحد الادنى، وفعلا الحكومة بتزود الحد الادنى. يمكن انا سمعت الرئيس قبل كده بيقول هنفس الحد الادنى يبقى اعلى من كده بكتير جدا جدا، لكن على قد ميزانية الدولة على قد ما بنقدر نعمل الحد الادنى.